مرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي عرضه عليها الكلام، البرنامج اللي يجمع ما بين البناء الترحيب والمسابقة. أربع متنافسين اللي راح يورونا حنة يديهم في ظرف وقت محدد كل يوم عند من العرضة. لي كونديدا يدوقوا ويميزوا في نهاية الأسبوع نعرفوا عند من كانت عرضة عليها الكلام. وهذا الأسبوع عندنا كات كونديدا. شكون من هند، خير الدين، حسام، أوشان؟ واحد فيهم راح يكون الفائز لهذا الأسبوع وعند من تكون عرضة عليها الكلام. واليوم أنا معروضين عند هند. معكم هند سعد الله من ولاية بليدة، في عمري 20 سنة. ملي كنت صغيرة وأنا نحب الطبخ، نخدم في أوتيل، عندي دو ديبلوم، ديبلوم فندقة وتقليدي، وإن شاء الله بلوتر راني حابة ندير جروب ونولي تخيتر إن شاء الله. نحب نبدع في الطياب تاعي، نحب لازم دائما الحاجة تاعي تكون بنينة. حبيت نشارك في حصة عرضوا عليها الكلام باش ندي اكسبيريونس، نزيد نتعرف على لي شيف ونزيد نطور في هذا الدومين اللي راني فيه. اليوم راهم جايين نضياف لازم نتهلا فيهم، حندير لهم نبدا فيه البريمير بلا تاعي. اش راه ما على بالناش واسمها او مو قولي لنا واش راح ديري فيها. نبدا بالمقادير تاعها، نسحقوا طرشي خضر، نسحقوا طماطيش، حبه بصله وخيار. نبداو نقطعوا في الخيار، لازم نسحقوهم، لازم يكونوا تيدي. نحتاجوا فيها طرشي، طماطيش، حبة بصل والخيار. نقطعهم بتيدي. ايه بتيدي، ايه وش حاب يقول بتيدي؟ شغل بتيدي. نقطع وش بقالي باش نفوت الدريسة. والله غير بعقلها، عنا الوقت وضيافنا راهم في الطريق وما على بالهمش واش راهي موجدت لهم هند. اليوم رانا معروضين عند اختنا هند، يا درا واش دارت لنا. انا رحيل ليها، راكم شايفين خلات لنا بريه، نشوفوا واش فيها. القاعده في بليده والبنه البحريه، ما دامت نوعها حضرتها للضيف هديه. سرها في ذوقها ما تلقاها غير في بريه. الله يبارك يا خويا على سبك تيبه هذه، شو راهي مجدت لنا كاش عرضه بالطبع. الله الله، انا كملت الصلاه تاعي، دوك نبدا نديريسيها. انا قطعت طرشي، فلفل طرشي وطوماطيش والبصل بتيدي. مازلنا مع بتيدي، ما هند كلش بتيدي. دوك نبدا نديكوري البلا تاعي. سالاد، غسلت لا سالاد تاعي، ديت ورقه منها حنا ديكوري بها البلا. نحتاج اون تو بيس باش نديكوري بها سالاد تاعي. نديرو سالاد تاعنا، كيفاش درتي باش السلطة شدت روحها؟ دي بو كيستيو. السلطة خليتها تريح نص ساعة بلا فينيغريد تاعها، درت لها لا فينيغريد، ملح، فلفل الكحل وزيت. دوك نزيد، خدمت مشوية فيها طرشي وحار والبصل وطوماطيش، درتهم يتشواو في الفور. بعد ما تشواو خرجتهم وميكسيتهم في الروبو ولاو لي هكا. درت لهم زيت وملح وفلفل الكحل، نبدا نديكوري بهم السلطه تاعي. شغل صوص حميص. ايه دريساج الواري. دوكا نبدا نديكوري السلطه تاعي بشويه طون. اييه بالحميص دارت شغل موستاش. اما هذيك هي سلطه موستاش. حبه زيتون. الحمد لله راهي فرات مع السلطه، سلطه موستاش. ونزيد لها فرماج. راكم فهمتوا لا سويت راح تكون ان سوب. والسوبه الواعره يا دراوش كاين هنايا يا هند. انا على حساب واش نعرف، قاعدة بحرية كشيف دي بوانسون، كسالات بالحوات كروفات، كشما مخيطو، كش حاجة هكذا. وجدت البس كروفات، درت لها الثوم والبصل وزرودية والكرافس، بعد درتهم يطيبوا، درت لهم فين كروفات
ودرت لها ومن بعد ميكسيت. الحاجه اللي حيرتني في هند كي تكون الطيب وجهها يقعد هكذاك ما يبوجيش، ميم تضرب بالزنزله والله ما يسامعها كاع. نمسحوا البلاط تاعنا. وشان هند خلات لكم لوز؟ على حسب نشوفها والكتيبه هذه اللي نقرا فيها، سورتو البنا بحريه، سور تكون العرضه هذه راهي فيها شغل حوته ولا كاش قرش ولا والله ما على بالي. لكل لا لا يا وشان، اليوم ما كاش قرش مشرشب. وهند راهي مع الدريساج. ما نخافش عليك هند، باينه لا سوب ما درتيهاش وحدها. مع لا سوب درت بانغري، درت له قطعت الخبز، ومن بعد درت له زيت زيتون، ما درت له فرماج وشيدار، وما درتهم في الفوغ. بصح سمحي لي هند، هذاك ما عندوش حطه تاع بانغري، هذا مرسو خبز قري. ما عليا غير نروح للبلا دوزيام. لا سويت راح تعجبكم بالبزاف. نشوفوا حسام من بعد ساهل. على حساب البريه واش خلات لنا هذه؟ تكون طيبت لنا الحوت. سي بون وجد الفيلي دورات تاعنا. لو بلا برينسيبال فيلي دورات. بي والله نستعرف بك هند. نبدا نديكوري البلا تاعي. درت فيلي دورات افيك غارنيتور صوتي. نبدا نديكوري البلا تاعي. فيلي دورات تاعي درت له ملح فلفل، نقيته نحيت له شوك تاعو كاع، درت له ملح فلفل الكحل وشوية أعشاب هكا عطرية، درتو يطيب في الفوغ، طاب نص ساعة في الفوغ، نحيتو، طيبت الروز تاعي تاع الحوت، درتلو غليتو في الماء. لو بلا برينسيبال شهي بصح مش راح يكون وحدو، أوا بيه بصوالحو خسارة عليه. درتو بالزبيب. وليجيم صوتي غليتهم في الماء 10 دقائق، بعد صوتيتهم في المقلاة، درت لهم ملح فلفل الكحل وزيت زيتون، زدنا ديكوري الروز تاعنا شوية لوز. صيبوني قطعت القارص تاعي، صيبون دوكا راني كملت البلات تاعي، ناكتيفي دوكا قبل ما يجو ضياف تاعي الديسير، نروح للديسير. نروحوا مع بعض انديكوفريو هذه العرضة مع الشيف هند، انا رايحين ليها للدار. اوكي ليكيب، السلام عليكم، تلاقاو في دارهم. صيبون كملنا لي بلات تاعنا، دوك درت جو تاعي، درت موخيطو. ما كانش كيفاش بلا مشروبات، وهند خيرت الموخيطو. هكذا. دوكا نديكوري في الكيسان تبعي، درت الماء بالسكر، نخلط الجو تاعي، ناكتيفي مبقاش وقت عم قريب يوصلو، نمبرت قارصهم. ها هو وجد الجو تاعي، نروحوا للديسير. ديسير هند راح تفهمنا في الديسير ايطاج بايطاج. بالحليب نبداو بالبريمير ايطاج. زدت الطبقه الاولى والطبقه الثانيه درت كريمه، عاودت نفس الطريقه الزوجه، ما ديكوريتو بالكاكاو. الميني تاعي راه واجد، مبقى لي غير نروح ديكوري لاطاب. كلش واجد من لا سلاد بتيدي حتى للديسير. وهذيك هي، نروحوا نستقبلوا ضيافنا. لا لا يا ضيافنا، قلنا لكم مرحبا بكم بصح ما تكسروناش الباب. والله غير صح، شكون هذا راهو يطبطب هكذا؟ السلام عليكم، واش راكم؟ مرحبا بكم. هذا انت يا أشام، معليش مرحبا بكم عند هند. الحمد لله. بسم الله. مرحبا بكم. الحمد لله. كانت ضيافة تاع اختنا هند في دارهم. الله يبارك، يعني استقبلتنا حسن الاستقبال. مرحبا بكم، دار داركم. يعيشك، السلام عليكم. إيه الله يبارك، الصالون الوعر. والله غير فكرني في المنامات تاع مول العصر. واش اللي فيها؟ الله.
راكم هنا ثاني؟ انا هنا اخويا. خويا خير وفي كل محضر يحضر. محبوب الجامعه خير خويا. كون جيت بليك هنا نجي خويا. محبوب الجامعه شعبي يعني. ربي يبارك. مرحبا الله يسلمك يا شيخ. مرحبا بك. رحب بك الجنه فيما يخص. يعطيك الصحه على العرض هذا بارك الله فيك. حشمتينا والله العظيم حشمتينا. دار داركم. وشال واش رايك في الاستقبال؟ كان استقبال جد رائع. معكم شيف هند، هند سعد الله، عمري 20 سنه. عندي دو ديبلوم طب تقليدي وفندقه، راني نخدم دوكا في اوتيل ما شاء الله. وان شاء الله مازال نزيدو نتعلمو نزيد من النجاحات ان شاء الله. ان شاء الله حقق القادم ان شاء الله. يعطيك الصحه شيف هند، بارك الله فيك على العرضه والله لا تك الاستقبال ما شاء الله. معك شيف خير الدين. معك شيف حسام. شيف اوشان الهمه وشان ابن البليده. الله يبارك. الله يسلمك. بون هند واش العرضه كيفاش؟ واش درتي لنا؟ واش السيربريز هذا؟ واش درت اني جي مليح هاي الزربين تفضلوا معنا روحوا وكي عارفه. يلا يلا مور هاد الخرجه تاع الشيف اوشان رفعت الجلسه وهذيك هي نروحوا نكتشفوا المنيو. سلام. لونطري راح تكون فيها لا سوب و لا سالاد بتيدي. بصحتكم. الحاله المنوره اليوم الله يطيب الحال. كيف راكم ليكيب؟ الله غرب يا خويا الحمد لله. الله يهلي خويا. عندنا بزاف ما تلاقيناش في طابلاك. الله يا حبيبي طالبنا. يا حبيبي طالبنا. ايه ربي يبارك يا خويا. بسم الله خوتي. قولي لنا توفي واش درتي لنا في هذه الطابله الشابه هذه؟ درت لكم بيسكو كريفات، درت لكم سلطه تونسيه مع سلطه مشويه، ودرت لكم بانغري و جو مخيطو. جو مخيطو يا هضره يا بنين يا توحش لحواتهم غاليين. هم غاليين لحوات. وليكيب هذه ليسوب واخواتها عباكم شغل ناكلوهم من رمضان لرمضان. بسم الله. من دوك اوشان بدا يشكي. معليش شويه هكذا راح نعرفوا واش رايهم في لا سوب دو بواسون سون زوبلي لا سالاد بتي دي. صحه تبان بنينه بصح تبان بنينه. تبان هاو بنينه قلبها فوق يخبط صح ملي نسمع فيه. توجور لامبيونس مع اوشان بصح ما قلناش واش رايهم في لا سوب بنينه مام مخصوصه شويه شغل شويه لمسه هكا تاع جايز تاع بكري تو بانغري. هذا كيف حكايته هند؟ الله يبارك خير الدين. كيفاش طاح البانغري؟ زيتون وديكوريتو بالزيتون والفرماج درتو في الفوق. هذيك الصحه. زيت زيتون حره ولا خدعتيني؟ حره اش كاين زيت زيتون تاع والله غير هايل اوشان باشوج والتقرميشه تاع البانغري دايره حاله. وخير الدين راه ياكل وجهه كومبلي راه يضحك. بالصحه انتي هالي منين؟ سوب هايله ما شاء الله هذيك الصحه ما عندي ما نقول فيها. والخبز قري هذاك ثاني كان مليح انتيك برك لابريشان فوا خدميه في المقله صوديه بشويه زبده شويه بيقريه مليح باش يلقى راحته. معليش لابريشان فوا ان شاء الله ومعليش نتعلمو مازال نزيد نتعلم ان شاء الله. صحتك. حسام الله يبارك حطه سمع على بالي شاله يبان شغل فيو سابق شعره. واش رايك في لاسوب حسام؟ دارتنا سوب دو بواسون كانت مليحه مي مخصوصه شويه في الملح. لاريارغو تاعها كان فيها زيت زيتون نورمالمون بزاف كان قوي. خاوتنا روحوا لا سالاد دوكا بيان سور. ايه هذيك الصحه. انا في قلبي مخيط راني عشان ميت جي فوتينغ دار هنا. اونفان لحقنا لا سالاد الوعره سالاد بتيدي ولا سالاد مستعش بصحتكم. عاودي فكرنا في سالاد هذه تونسيه. سالاد تونسيه سما دوكا انا في تونس. ايوا بسم الله. واش رايك في لا سالاد؟ لي سالاد تاعك كانوا شويه ناقصين باسكو شغل فيهم واحد لي روتوش انا ما حبيتهمش. شنو الفرمات هذا؟ شيدا لا يعطيك الصحة هايلة حاجة خفيفة جات. خير الدين حسام واش رايكم في لاسالاد؟ كنت قادرة ما ديريش الحماس هذيك شليطة كما يقولوا لها ولا حماس ولا ماشي ما يمشوش للزوج كنت ديرها يا باردة يا وحدة فيهم. بصح يعطيك الصحة كانت هايلة بارك الله فيك. سالاد مشوية ما تجيش مع السالاد تونسية هما يجيو سيباري مي كانت الله يبارك بنينة. حبيت ندير حاجة جديدة حبيت نميلونجي الحميس مع السالاد. هيا شوفوا طرواتيام الله يسترك الله يحفظك.
ميرسي بوكو. اليوم فان لحقنا للصح لا دوراد اوفور حاجه شباب بزاف. لا انا واه سامبليبو الدغيساج شباب بالبزاف بصح كاين خلل كاين واحد راه محقور. اه شكون كان حاجه في المعرفه انت هي علاه واش عنده القارص انا ما عنديش. يا علاش دغيا نقسموا شويه القارص عطيني ندير القارص ضحكنا شويه مع القارص ودوكا وخشن نلعب لا دوغاد وفوغ ولا كومبانيومون بالروز. هذا واش دار فيها حنون خلاص ديانا صالي سكري دخلت له زبيب وديكوريتو باللوز حسيتو شويه ناشف كي دخلنا حيه تخليه توجور يبرد بيان ما ديكوريرميلو الماء باش يطيب لك انتي مش خير الدين عنده مشكل مع الروز كان الروز ان شويه ناشف لابريشان فوا ديريه يكون انتيك خليه يريح بيان وخليه يطيب بيان يروبوزي مليح كشغل درتيه مزروبه ايتو هاكي جديده مازال تزيدي تعلمي ان شاء الله. انا درتو ناشف باش يحكم روحو كي نديرو في البياس يحكم روحو وما يهبط ليش. ويعطيك الصحه هند يعني ماكله ما شاء الله بنينه مالغريتو وشان عجبو الروز كيما قال خيرو الروز جا شويه ناشف دورات كان ما شاء الله دريساج تري بيان بنا بالطبع الله الله ديكور ما شاء الله الله العظيم غير ما شاء الله لا لا طاب غردو باين سرتو كي كان محروج وكامل البيت فيه في الليله شرب على حساب حسام بزاف حوايج مخصوصين برك لي ليغوم صوتي كانوا مخصوصين ثوم مخصوصين ملح مخصوصين شويه لي زيبيس زعيط راه جوزو فين كاين جو مخيطو جوز ثوم ومصباح هو يغزر فيا ولا ما يغزر فيا او بارد دفلو القارص والنعناع ميكسيتو مع احكي لي بشويه على المخيط كيف خدمتي باسكو خوك من قبيح مخيط نورمال درت القارص درتها كيف درتي القارص نقيت الحبات القارص جي قارص درتيها حبه ولا طحنتيها ولا عصرتيها انا درت بالحب لا درت حبه نقيتهم ومن بعد درتها بالحب صحيتي جي تاعو لا درتها حبه كومبلي نحيت قطعتيها نحيت القشور برك ودرتها في الميكسر نحيتي العظم ما شاء الله باين لا ما في دقيقة واحدة طاحوا عليها 70,000 سؤال جاب لي ربي هند ندمت لي دارت مخيطو المخيطو ما عجبش أوشان المخيطو يعطيك الصحة ثاني شوية قارص هكا كان مأثر عليه نقص سورتو ثانيك شوية برودة باسكو مخيطو يتقدم بارد اسمه جو شغل القارص راهو غالبو بزاف شغل ما حبيتش ندير هذيك تاع هكا الزغدة هذيك تاع على كل حال يعطيك الصحة شباب هو مليح يشرب سورتو شغل الانسان كي ياكل حوت منا باسكو القرص اوبليجي يمسح الديدان هذو يعطيك الصحة ربي يسترك ما هربتش من المخيط يعني راهو في لينور مخصوصة لي روتوش صغار جوستو بون ايه خيرو واش رايك في المخيطو كان مليح مخصوص شوية برودة معليش ما عرفش من الديزاين تاعو يعني المكونات الاساسيه تاعو مي في العظام نورمالمون ما يجوش هند نحيهم قروسيه صح يعني شو عطيت فيه لا دوز تاع القارص مليح حلاوه ما بانش فيه باسكو مخيطو تاع اسبانيا نورمالمون نعناع وقارص يجي قارص هما يخدموا بواحد الفايس ما مسوكه مليح السكر على حساب حسام المخيطو قارص بالبزاف قارصيتو جو مخيطو اللي دارتو كان قارص شويه كاين ديسير يا روحي جيبيه لنا روحي الزربي روحي عندي سواله شنو هذا الشيء سقسي لي خدمته يا خويا اونفان حقنا التيراميسو تيراميسو طلعت فينا وجد روحك الشيخ وجد روحك ايوا وجد تيراميسو الله الله لا لا غير وجد روحك صحنا مصباح نذوقوا ما خونا منا يقول ما سمعناش كاع شغل قال لك شحال كومونتينا على التيراميسو انا كومونتيت على الدور هادي يا خويا ودوك نزيد نشوفو تيراميسو بسم الله بسم الله الله يسلمك ربي يحفظك هكا في الطباخ بسم الله غير وجد روحك شاف خليني نذوق انا تيري على حساب حسام التيراميسو غارق التيراميسو كان لي بودوار كانوا شاربين بزاف
شربوا بزاف الداخل، كان فيه الكاكاو من الفوق بزاف ما تنقص له شويه. حاجه اللي عجبتني فيه لا كريم كانت خفيفه بزاف. تتفاصل انا عندي معلومه تيراميسو اكله ايطاليه والله اعلم والله ما زدنا علم. كلمه تيراميسو بالطليانه بالطليانيه يعني طلع المورال طلع المورال. الله يبارك خويا مين بلي تزيري هذا معناتها اكل الالهه شغل حاجه كبيره هكا حاجه كبيره شغل بعضو احنا عندنا الدين تاعنا وهما عندهم الديانات عندهم صوالح هذه من احنا ما نقدروش حاجه نخدموها نسموها شغل اكل الالهه باسكو عندنا اله واحد لا اله الا الله محمد. هند بعد ما سمعت هذه المعلومه من عند اوشان اونكور اون فوا ندمت لي دارت تيراميسو مصباح وقريب يخرج الطريق بصحتك بسم الله بسم الله. تيراميسو واش رايك خيرو؟ ما شاء الله تيراميسو في البنين انا عجبني صراحه. درتي له كاكاو شويه زياده كنت تقدر دير له غير شويه لمسه صغيره حاجه خفيفه باش ما تغطيش كامل وكان بنين. يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه على العرضه. ومعلاش خفيف مليح كما قال وديكوريتها بالكاكاو على جال باش الكاكاو مر باش تكاسي شويه معاه باش نقص شويه حلاوه. لا ولا غير يعطيك الصحه مخصوص شويه برود بروده هذا ماك ناحيتي واصلا ينتك البارد صاحبي. ذوق تاعو ثاني كان مذاق جد رائع. مره ثاني كثرت له شويه تاع كاكاو وجا شويه مر مي بصح ينجاز برك. انا نوصيك المره الجايه ثاني دير هي براد باسكو هذو الصوالح ينتكلوا باردين. بارك الله فيك يسلمك بصحتكم يعطيك الصحه هذه الله يعطيك وشان انا نروحوا هذيك هي الوقت برك خويا يعطيك الصحة هند. كان منيو شباب بزاف ومام لي كونديدا عجبهم الحال. هادي ما على باليش. هيا نروحو نشوفو لي نات. كي جاو اليوم ضياف عندي عجبهم الطياب تاعي. معليش كاين شوية لي غومارك على طياب مي معليش نورمال نتقبل أي حاجة. لا بخوميييغ نات وشان راح نمدلك إن شاء الله 7/10. على 7 نقاط وشان ما حبيتش يعني نمدلها فوق 7 باسكو شغل مازالت هي مخصوصه شويه ان شاء الله باش يعني تتكورج وشغل نطلعوا لها ثاني المعنويات باش راح نزيدوا لها لا نوت بالاقل من 7 8 9 ان شاء الله حتى ل 9 للنفيدمي وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. لا دوزيام نوت حسام العرضه تاع اليوم نعطي لها 6/10. علاش 6 نقاط؟ عطيت لها لا نوت هذه باسكو كانت مخصوصه في بزاف حوايج ان شاء الله تتسقى يتما واحد يعطي لها اين رومارك هكذا باش تريكتيفي روحها من اول جاي. اي اونفان خير الدين بون هيدا نمدلك انايا 7/10. هذيك الضحكه ماشي تاع 7/10 انا 7 نورمال مو هذيك هي فلينور ما حكرتك ما والو. يعطيك الصحة هند ولي كونديدا بصحتكم وما تنساوش غدوة إن شاء الله رانا معروضين عند أوشان. إيه غدوة غير الضحك أوشان اللي راح يسيكون الفائز تاع هذا الأسبوع لما لا تكون عنده عرضة وعليها الكلام. تبقوا على خير.